فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لعن الشخص المعين؟ كان يقال لعنة الله على فلان. من ورد لعنه في القرآن أو في السنة يلعن، أما من لم يرد لعنه في القرآن ولا في السنة هذا موضع خلاف، موضع خلاف، والراجح والله أعلم أنه لا يلعن، لأنك ما تدري ما ختم له. نعم.